انا محاسب عبد المسيح عزت. احنا تجار ملابس منطقه شبرا، وطبعا كل يعني متهيألي اي مصري مسيحي او مسلم كلهم عارفين قيمه البابا ايه، وعارفين ان الراجل ده كان حايش عن مصر مشاكل كتيره، وتصرفاته بحكمه ادت للوحده الوطنيه اللي ما زالت موجوده في بلدنا، وما هزتهاش اي مواقف او اي فتنه خارجيه كانت بتجي لها من بره. وان شاء الله مصر هتستمر، والبابا شنوده سايب وراه كتير يمثلوا شخصيه البابا شنوده، ونامل من ربنا ان يبعت اللي يخلفه يكون مثال ليه، وبالتالي مصر في الحاله دي هتتحفظ الى ابد الدهر من الفتنه الطائفيه، وهتظل على الوحده الى ابد الابدين، مصريين مسلمين مسيحيين كل واحد، ونامل ان مصر كلها تعيش على هذا المبدا الى ابد الدهر. شكرا.